السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، وأهلا وسهلا بكم معنا في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. إذن لازلنا في مجال عالم الحيوان، المكون الإملاء. سنتعرف في هذه الحصة على مكون الإملاء الحصة الأولى والثانية. أما بالنسبة للعنوان فهو أسماء الإشارة. سبق أعزائي الصغار وأن تعرفنا على هذه الأسماء في حصة الخط السابقة. جيد. أما بالنسبة للهدف الذي نسعى إلى تحقيقه، وهو أن أتمكن من كتابة أسماء الإشارة في أماكنها المناسبة. جيد. إذا لاحظوا معي الصورة، نلاحظ ماذا؟ نعم، نلاحظ ديكا. إذن الديك وهو مفرد مذكر، واسم الإشارة المناسب للمفرد المذكر وهو هذا. هذا ديك. ننتقل إلى الصورة الثانية، لاحظوها جيدا. نلاحظ دجاجة. إذن دجاجة مفرد مؤنث، واسم الإشارة المناسب للمفرد المؤنث وهي هذه. هذه دجاجة. نعم، لاحظوا هذه الصورة أيضا. نلاحظ ولدان يلعبان. إذن ولدان هما مثنى مذكر، مثنى مذكر، واسم الإشارة المناسب لهما هذان. نقول هذان ولدان. ممتاز. الصورة الموالية، نلاحظ بنتان. نعم، إذن بنتان مثنى المؤنث، بنتان مثنى المؤنث، واسم الإشارة المناسب لمثنى المؤنث وهو هاتان. هاتان بنتان. الآن أعزائي الصغار ننتقل إلى أطبق. لدينا مجموعة من الجمل، سنحاول ملء هذه الفراغات باسم إشارة مناسب. جرة الزيت، غراب يقف على الغصن، الذئبان جائعان، العنزتان ترعيان في المرعى. نعم، إذن حاولوا أن تملأوا هذه الفراغات بأسماء الإشارة التي تعرفنا عليها اليوم. إذن بطبيعة الحال سأعطيكم مهلة للإجابة. إذن أعتقد بأنكم فكرتم في الإجابة. إذن جرة الزيت، جرة وهو اسم مفرد مؤنث. جيد. إذن اسم الإشارة المناسب للمفرد المؤنث هذه جرة الزيت. أحسنتم. غراب يقف على الغصن، غراب هو اسم ماذا؟ اسم مفرد مذكر، والاسم والاسم الإشارة المناسب لمفرد المذكر هذا. هذا غراب يقف على الغصن. الذئبان، إذن الذئبان هو ماذا؟ مثنى المذكر، واسم الإشارة المناسب لمثنى المذكر هذان. الذئبان جائعان. جيد. العنزتان، إذن العنزتان وهو ماذا؟ مثنى المؤنث، واسم الإشارة المناسب لمثنى المؤنث هاتان.
العنزتان ترعيان في المرعى. جيد. والآن أعزائي التلاميذ ننتقل إلى النشاط الموجود في الكتاب المدرسي صفحة 132. أتدرب. إذن أصل بخط هذا، هذه، مرعى فسيحة، مرتفع خطير، صديقة وفية، عشب أخضر. سنحاول أن نصل بخط بين كل اسم إشارة والجملة المناسبة له. أتمم بكلمات هذه، هذا، هذان. قال البطريق: منقاري أصطاد به، وزعانفي أجدف بهما، وقدماي أتحرك بهما. إذن حاولوا أن تجيبوا أعزائي الصغار الآن الإجابة. إذن هذا مرتفع خطير. مرتفع هو ماذا؟ مفرد مذكر. هذه مرعى فسيحة. مرعى هو مفرد مؤنث. هذا عشب أخضر. عشب هو مفرد مذكر. هذه ماذا؟ صديقة وفية. أتمم بكلمات هذه، هذا، هذان. قال البطريق: هذا منقاري أصطاد به، وهذه زعانفي أجدف بهما، وهذا أجدف بها، وهذان قدماي أتحرك بهما. إذن صححوا أعزائي الصغار في الكتاب المدرسي. إلى اللقاء.